وينضم معنا مباشرة عبر الهاتف من بغداد المستشار العسكري السابق صفاء الأعسم. أهلا ومرحبا بك سيد صفاء. ومع انطلاق الحوار الأمني بين العراق والولايات المتحدة اليوم في واشنطن، كيف تقرأ استمرار الاجتماعات بين واشنطن وبغداد حول مهمة التحالف الدولي في العراق؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير عليكم ست آية وعلى قناتكم مشاهديك الكرام. يعني أول نقطة، المباحثات بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية كونها رئيسة قوات التحالف يعني مستمرة ولم تتوقف منذ فترة طويلة، ولكن كان هنالك عائق في كثير من التفاصيل نتيجة يعني اختراق داعش لأكثر من مرة من جانب الحدود، وهذا كلها أخرت في مجال إنهاء تواجد قوات التحالف، على اعتبار إلى أن قوات التحالف موجودة داخل العراق لغرض إنهاء داعش أو لغرض حماية سماء وأرض العراق بعد منتصف عام 2014. هذا الموضوع يعني بقى مستمر ولغاية اليوم، وهنالك يعني لا يوجد اعتراف على هذا الموضوع، وخاصة أنا أتكلم على مستوى القيادة العامة للقوات المسلحة أو عفوا القائد العام للقوات المسلحة، هنالك إصرار كبير وعالي من العراق على ضرورة إنهاء وجود قوات التحالف، على اعتبار إلى أنه لا يوجد أي مبرر لوجودهم، ولكن التأخيرات اللي تحدث هي نتيجة عدم جاهزية المؤسسة العسكرية العراقية. ست آية، المؤسسة العسكرية العراقية تحتاج إلى كثير من التفاصيل لغرض إكمالها. يعني أولا هنالك نقص في السلاح، وهذا الموضوع مؤشر على مستوى الاستخبارات، على مستوى الأمن، على مستوى طيران الجيش، على مستوى الدفاع الجوي، على مستوى منظومة الدفاع الجوي. كثير من التفاصيل في الصنوف العسكرية هي ضعيفة، ولم تكن الولايات المتحدة الأمريكية حقيقة جادة في إنهاء هذا الموضوع، ولهذا عمليات التأخير التي تجري الآن هي بسبب عدم جاهزية المؤسسة العسكرية العراقية وضرورة إنهاء تجهيز المؤسسة لغرض إنهاء تواجد قوات التحالف، وإلا قرار إنهاء قوات التحالف أو إنهاء قوات الأجنبية داخل العراق هو يعني قرار حتمي غير قابل للنقاش. نعم. سيد صفاء، تتحدث لي بأن العراق ما يزال مصر على انسحاب التحالف، ولكن السؤال هنا ما موقف واشنطن من ذلك؟ يعني بصراحة التصريحات الأخيرة من بايدن كانت يعني تصريحات غير موزونة، لأنه كان هنالك اعتراض إلى أننا سنبقى أكثر في فترة أطول بالعراق. يعني أكو نقطة مهمة جدا يجب أن نعلمها جميعا، إلى أن علاقتنا بالولايات المتحدة الأمريكية هي علاقة حليف استراتيجي، وهذا الموضوع ما يأثر كليا على موضوع إنهاء قوات التحالف برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. ما معناه إلى أن هنالك ستبقى هنالك علاقة خاصة بين دولتين، إن كانت على مستوى أمريكا وإن كانت على مستوى قوات التحالف، يعني تصبح العلاقة ثنائية ما بين الدول، هسه على مجال الاقتصادي، بالمجال الحربي، بالمجال الإداري، بالمجال المالي، هذا ماكو إشكال به، ولكن يعني وجود قوات التحالف كمنظومة بناء على طلب القائد العام للقوات المسلحة في وقتها بالعام 2000 منتصف 2014 هذا الموضوع ينتهي. ولكن يعني أنا أضمن لك إلى أن قاعدة عين الأسد لن تتغير من العراق، يعني ستبقى القاعدة موجودة وسيبقى المؤسسة الجيش الأمريكي موجود بها، لأنه هي القاعدة ابتدأ العمل في بنائها منذ عام 2006 ولغاية الآن، يعني الموضوع صار له أكثر من 18 سنة. ولكن سياسة يعني التغيير تصبح السياسة هي سياسة مختصرة بين طرفين. نعم. سيد صفاء، طيب مصير المحادثات ما بين بغداد وواشنطن ما بعد الانتخابات الأمريكية، مع احتمال كبير لوصول الحزب الجمهوري الذي يتوعد بتغيير سياسات واشنطن في الشرق الأوسط، وخاصة أن اليوم هناك مباحثات، ف ما هو المصير لما بعد هذه المباحثات عفوا؟ يعني هو حقيقة يعني اتضحت الأمور تقريبا بعد انسحاب بايدن من الرئاسة، وأتصور إلى أنه ترامب هو المرشح الأكثر يعني ظهورا على الساحة، وهذا الموضوع لن يغير من السياسة العامة الأمريكية. يعني صحيح إلى أنه ترامب لديه مواقف يعني كثيرة مع العراق هو غير متجاوب كليا، وهنالك احتماليات ان تكون علاقته باسرائيل اقوى مما يؤثر على سير يعني هدوء المنطقه في منطقه الشرق الاوسط، ولكن السياسه الامريكيه واضحه، يعني هي هنالك اتفاقيات اعدت منذ فتره طويله اكثر من 4 سنوات بانهاء التواجد، وكان هنالك ضروره وجود خبراء ومستشارين
يعني فنيين في موضوع مؤسسة في موضوع تدريب الجيش وتجهيز الجيش العراقي بالسلاح، وكان اعتماد العراق على السلاح في يعني الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن تم تغيير عقيدة التسليح من الشرقية، كان التسليح العراقي هو التسليح عن طريق روسيا، وتحول بعد عام 2003 إلى التسليح الغربي، وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولة. ولكن خلال الأربع خمس سنوات السابقة لم نلاحظ جدية أمريكية في إكمال تجهيز المؤسسة العسكرية العراقية، ولهذا العراق اتجه لأكثر من دولة ولديه الآن عروض كثيرة يعني حتى على مستوى روسيا، ولهذا الولايات المتحدة الأمريكية غير مستعدة لفقدان العراق، على اعتبار إلى أن العراق هو قلب الشرق الأوسط وهنالك علاقات يتمتع بها مع العراق، هي علاقات يعني استراتيجية، إن كانت على مستوى التحالف بين الولايات المتحدة الأمريكية وإن كان وجودها داخل العراق يؤثر على المنطقة بشكل عام. نعم، كل الشكر لك المستشار العسكري السابق صفا الأعسم.